ويا مرحبا الساعة، يا أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة. نكمل مشروعنا بيت الأحلام. ها الأحلام جديدة. بكرة بلاستر، ناخذ بلاستر. بلاستر بيت متعنا هذا. لازم لحظة ثالثة هني. أنا هنا عندي حفرة ما يركب سد الترادتر، تذكرون؟ كان سوليشن من حفرة. هو اركب كبير لا صغير. قاهر بي هذا انا يعني، خلني اكمل المطر. ليش ممتاز اصلا؟ بلاستر اوكي. بلاستر مش وايد بسيط يعني، وايد زين. بلاستر معجون نعطيه. أسرع وايد والله، وايد أسرع. هذا آخر تنت حطيناه. داريني داريني. سريع صباح، سريع سريع. المطبخ كلام جامد والله. المطبخ في جامد. اوكي يستوي. هو الحين احسن تحت نفسيا. هذا شو مره مسوي؟
بلاستر من بلاستر كابل بلاستر يطلع بلاستر ما يحبها انت اللي دار رانزين طبعا البيبان فاتح الحين خلاص بيبان الوان ليتات ليتات حلوه مو بعقل زين الحين سامي المطلب هذا حبه حبه يسار حبه حبه ابو هبه ابو هبه شوف نار وايتن كريم انت لما كريمي ما اخسر هني لون الباب غلط طبيعي ما اشتريت انا ليش ما يستوي الفرق اللي موجود هذا في سويتش كارت فورا جديد ولا نادرة لازم 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 وين نقسم سعر البيت بلاش بعد نوصله في الزاوية عدل هذا الكهرباء نركب المطبخ الله يضبط المطبخ بس شوي بحط طاولة الطعام في المطبخ ناخذ كبت ورنر كبت كتشن هذا ابوي ور دور متوالي هبة ثلاجة زين هوم الكترونكس مش هوم الكترونكس هوم ابلاينس بيكون صح ايه ما في غير ثلاجة سودا شو بيضة احسن لو سبلو كان وايد هني هني باي في عندك هني في مكان حط شيء في كل الأحوال الهاي أنا أروم أحط
الثلاجة في زاوية، بس يوم بتغسل بتدق الثلاجة دق، بس تلعوز الحرمة عادي مو مشكلة. مجرم أنا أعرف إجرام، هذا إجرام. وين الكورنر صار؟ غير كذا ايوه يعني فت الحمد لله. بس المطبخ شغله طويله تسوي برا عدل. زين عيسو عندنا الهوم بلايس نبغى طباخه، عندهم ياهل هذا يكون حجم منطقي نوعا ما. عند المغسله لا، لانه بتقطع خضره، حط القطاعه هني طبخها هني، تحط القطرة هني تبعها. اوكي انزين، هذا مال البوزاوية بعد اعتبر مال البوزاوية مو مشكلة. نبى بعد احطي ينبشو، احطي وير هذا مال مو مشكلة، بحل مشكلة أقول عليه. ممكن بلاستر من برا يباله، ما أعرف عقب ليش لا. انزين الحين خلنا مايكروويف، خلنا نجلس نطبخ، خلنا ندلع تلفزيون وايد عليه، بطالع تلفزيون وهي تطبخ، طيب التلفزيون ندش انزين. لازم ندلعها ندلعها عشان تسوي لنا عيشة حلوة. تعبنا الحركات انا التلفزيون والمطبخ. ايوه خلنا ناخذ رديتر، انا ما اركب هالمرة بدق انا في شيء بكسرها بسوي كي. يعني هناك في شيء هناك ابني كان يبغى بلاسترنج دايركت، ولا في بلاسترنج من برا لازم اسويه، مش بلاسترنج من داخل. هذا المطبخ اوكي. احنا بطاولة تيبلز زين ناكل عليها، بس الدايننج تيبل موجود فنتاج، لانها اللون فاتح طيبة. اسف يا جماعة يعني بعد عودة نبغى شيء غامق هنا بعد عودة وايد. بس بدينا نتيبل وش كبر هاي عودة خلاص تم عندنا. شو هاي صغيرة ما صار نحسن بس الوانها مش اوكي، هذا يمكن افضل شيء. حطيها هني بطل برا اوكي، احط له كرسي بس كرسي مال العيش انا بقى. كرسي خشب هذا آه.
نخدم اوكي. الحين شو يبغانا؟ يبغانا شيء اسمه بليت، مش بالعربي بليت. بعد بليت ندش، لا لا امرنا لله، ندور منول الشغل اللي مو لا نهاية. صغيرة صغيرة أر. زين عنا سيرفايفل هني، لحظة وين السبون اللي كان هني في سيرفايفل؟ وين؟ خيل فورك. عدة سكاكين نويس، لازم تكون هني. خلنا نشوف شكل عندهم سامون. لاندري باسكت، كاتنج بورد طبعا. ما قلت لكم الحق الكاتنج بورد يعني بتركم. لا في سامون، في سامون نبغى فورك طبعا. عاد خلنا نحصل صحن، خلنا نحصل شو اسمه الدنيا. وايت بورد ما حصل شغلة ثانية، أكدت مو في شيء طبعا، أكيد مو في شيء. طيب نشوف فيه مسجل هذا، والسبون وين والهذا وين؟ طيب سبون يمكن يوم بنلفل بيطلع شيء جديد، بس تطلع شغلات جديدة ترى. ما ينفع هاي زين يعني، زين زين أحسن ولا شيء حاليا يعني. ايش اللي هاي البلاستر برا بس برا زين. لا احس ان ناقص شيء، ما اعرف شو ناقصني، بس ناقصني شيء في المطبخ، انا شبه متاكد. شبه متاكد تاير، نبغى ستاير بس متاكد مش هاللي الناس اللي انا راح حطيناها بعد الورس. لا دام مش نضيفه بعد ما تنظف اشياء فعلت زين. اوكي ناسين يا جماعة الخير، ناسي شيء ما أعرف. ما أعرف كنت متأكد إني ناسي شيء. وقت الحلقة خلص يا جماعة الخير، أنا بسوي الممر الخارجي هذا زين، حسب الصالة تكون حلوة على الأقل يعني. فلور تايل كفرنج ونحطي كاربت ومع ريسا بين ما تدخل فخم تشوف. هذا احلى تبي معي دار فاتح بيت وايد وايد حلو.
مرات المفروض يصير لون ثاني. فيه اللون ثاني المفروض. عنا كيتي بوليتر نيت بلاستر البيت كامل يبغى بلاستر انكر البيت كامل يبغى بلاستر اعطاني بيرك كامل شاطر اصلا من البداية اخذنا من تين هذا بلاستر هايس بس انا وانا المفروض الصبغ يطلع سيدة يعني لا هو يعني بس هم رايحين رياليتي يعني كويس يعني في الواقع اللي تحتاج بيت نفس هذا لازم تسوي بلاستر من ابوه من ابوه بتسوي له بلاستر ببيع البيبان الحين باب لا باب الخارجي حلو نظيف خارجي مطبخ صلح هذا يبي تلفونه بعد وغيره ما في. هاي كانت حلقتنا لليوم ما مطول زيادة لأن أصلا خلاص خادم على خير إن شاء الله ونسوي الصالة إن شاء الله. السلام عليكم.